تريزيجيه اول ما جيت رحت النادي الاهلي قبل مباراه الترجي على ما اعتقد، وكانت الامور ان انت عايز تروح تشوف الفريق، ما كنتش عايز اي حاجه تانية غير تشوف زمايلك واصدقائك وتشجعهم على اللعب في هذه المباراه والفوز في هذه المباراه. اه طبعا كنت لازم اروح ازور النادي عشان انا ده حريص دايما ان انا انزل اشوف النادي اللي انا طلعت منه واشوف اصحابي وازور النادي، بيبقى فيه ذكريات حلوه قوي اول ما بخش النادي. بس طبعا بقى لي سنتين او سنه تقريبا ما رحتش عشان بسبب ان ما كانش في اجازات خالص، ما كنتش بعرف انزل. وطبعا برضو من الاسباب برضو اللي خلتني ابقى حريص على الزياره ان انا اول ما اتصبت كابتن محمود الخطيب كان من اول الناس اللي كلمتني واطمنت عليا وسالت عليا وقال لي لازم اما تنزل مصر لازم تيجي نشوفك في النادي، تيجي تشوف تقعد في بيتك وتشوف زمايلك وكده. طبعا اول ما جيت كابتن محمود الخطيب رحب بيا، كنت مبسوط جدا، كان يوم جميل جدا.